وبعدين انا سؤال بقى هنا لكل مقدمي البرامج حبايبنا واصدقائنا واخواتنا واللي بنتعلم منهم يعني. خلاص خلصتوا ولا لسه؟ في لسه لعيبه مشيت من النادي الاهلي بطريقه او باخرى ما جبتوهاش؟ لسه ولا خلاص؟ احنا عندنا على فكره كتير نقدر نجيب ونقدر نفتح ملفات كتير. انا عارف ان الدنيا فاضيه، ولكن في انديه تانية فيها مشاكل برضو على فكره، وفي انديه تانية حصل فيها اكتر من اللي بيحصل في النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بينظر لشيء بينظر من الناحيه الفنيه، من الناحيه الفنيه، لما في لعيب فلان الفلاني ده يمشي ولا ما يمشيش برجع للجهاز الفني. مفيش حاجه اسمها ايه اصله متخانق، اصله كابتن خطيب ما بيحبوش، اصل الكابتن خطيب مش عارف ايه. لا، الكلام ده ما بيحصلش عندنا هنا في النادي الاهلي. النادي الاهلي العلاقات الشخصيه شيء، النواحي الفنيه شيء اخر، وده الكل دلوقتي بيعترف بهذا الامر، كبير وصغير، مشي من سنه، مشي من 20 سنه، بيعترفوا بهذا الامر، بيقولوا ان احنا مشينا، لما مشينا احنا بنندم ان احنا تركنا النادي الاهلي، ولكن القرار كان ساعتها قرار فني من قبل المدير الفني في ذلك الوقت. وبعدين هنفضل شغالين في قصة. في أندية تانية بالمناسبة، وأنا برضو ما بلقحش على حد عشان بيقولوا إسلام طيب، أنا في أندية تانية عندها مشاكل، في أندية تانية عليها فلوس، في أندية تانية عندها أجانب، في أندية تانية عندها كذا، في أندية تانية لعبتها سابوها ومشيوا، وكباتن فريقهم مشيوا وسابوه وعملوا وعملوا، مش النادي الأهلي بس. ولكن زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده، الناس كلها لما بتيجي تتكلم او الكاميرا اللي قدامي دي بتروح لمين؟ بتروح لاي كلمه فيها اسم النادي الاهلي، او بتروح لاي حد فيه اسم النادي الاهلي، او بيتكلم عن النادي الاهلي.